هنروح مع حضراتكم البني سويف. المستشفى الجامعي هناك افتتح واحده مجهزه طبعا لاستقبال مصابي الحوادث وفي حالات الطوارئ. هذه الوحده تم افتتاحها بالفعل وهي مجهزه ومستعدين لاستقبال اي حاله من حالات الحوادث لا قدر الله يا جمال. صحيح، خلينا نتابع هذا التقرير عن وحده لحالات الحوادث. هي اول وحده مجهزه لاستقبال مصابي الحوادث زي ما قال شاذلي، بتضم 32 سرير لخدمه المترددين على المستشفى. طبعا فيها فريق طبي متكامل على مدار الساعه. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. تحت إشراف فريق طبي متكامل لخدمة المرضى، شهدت محافظة بني سويف افتتاح أول وحدة للحوادث بالمستشفى الجامعي، والتي تختص باستقبال وعلاج حالات الحوادث، وتعد إضافة هامة للمنظومة الطبية بالمحافظة. الوحدة تستقبل حالات الحوادث المختلفة من إصابات المخ والكسور وإصابات الأوعية الدموية والإصابات الجراحية، وتحتوي على 32 سريراً مجهزاً. يقوم بالإشراف على تلك الوحدة فريق متكامل من وحدة طب الحالات الحرجة بمعاونة فريق من أطباء جراحة المخ والأعصاب والجراحة العامة والعظام والأوعية الدموية والتجميل. تشتمل الوحدة على عدد من الأطقم الطبية المميزة من الأطباء والتمريض المتواجدين على مدار 24 ساعة لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى المترددين على المستشفى. أيضاً شهد المستشفى الجامعي عدداً من الافتتاحات الجديدة، أبرزها مجمع الرعايات بعد تجديده وزيادة عدد الأسرة من 18 إلى 34 سريراً لاستقبال حالات الطوارئ الباطنية والسكتات الدماغية وعلاجها بالعقار المذيب للجلطات. هذا إلى جانب تنفيذ أعمال توسعات داخل وحدة طب الحالات الحرجة بإضافة 17 سريراً.